فطور. والله العظيم انك ما تستحي ولا بوجهك ذرة حياة. الحين انا تارك مشاغلي وقاعد اطاردك من مركز المركز وهذه سوالفك؟ تفحيط ودرباوية وسواد وجه سود الله وجهك. احنا وش بلاك انت؟ ترى طالع برا الرياض انا، برا المدينة كلها. 50 كيلو يعني ما في احد. جن وانا بس عاد. وقوي عين. يعني ولدي وحيدي قوي عين. لا وش رايك نترك لك البلد كله تاخذ راحتك وتسرح وتمرح على كيفك؟ يا ابو الشباب لا تترك لي البلد، ليش تترك البلد؟ انا تارك لك البلد ابن حلال، تارك المدينه كلها بشوارعها، بسياراتها، بكل شيء. يا ابن حلال انا رايح لحالي، ما في الا انا والجن وبس، ما معي احد، ما زعجت احد ولا صدمت احد ولا اذيت احد، لحالي في البر. تعال هنا. اقسم بالله العظيم قسما عظما لو تكرر هذا الموضوع مره ثانيه لادفنك حي. سمعت ولا لا؟ انا ما دفنتك حي علشان امك، لكن يتكرر الموضوع هذا مره ثانيه اذا جيت تتكلم معك تتكلم معي، اذا جيتك تتكلم معك تترك الاكل وتتكلم معي. يتكرر الموضوع هذا مره ثانيه ادفنك حي. من اليوم وطالع، من اليوم وطالع. ايه طلع من البيت ما فيه لو عند الباب. سام تعطيني مفتاح السيارة هالحين. سام جوالك تعطيني اياه هالحين. سام مصروف ما فيه لو تبي ريال واحد. سام فهمت؟ سام سم هذه تخليها عند امك. اذا جيت اتكلم معك تقول لي فهمت، اذا قلت لك فهمت تقول لي فهمت، اذا قلت لك سم تقول لي سم. سم فهمنا. شنو اقول؟ قلت لك اذا قلت لك سم تقول لي سم، اذا قلت لك فهمت تقول لي فهمت. فهمت سم سم ما تقول لي سم قل لي فهمت. سم سم قل لي فهمت. فهم وش فهمت؟ سم ما في طلع من البيت. ما في سيارة. ما في مصروف. وش تبي بعد؟ ما في ملابس. وش تبي؟ ما في جوال. ما في جوال. طيب طيب وانت كرر هذا وش يصير؟ تدفني حي. راح أفطر.